تكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب، يعني هما 5 دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيل. ربنا كريم، كله على الله. برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عند الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. انتوا هتفرجوا عليه؟ خدوا على مكتب العميد. اتفضل، انت بتحاول تحقيق. قوم. بيوتيفول. كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم. جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا، احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشاننا احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي طهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق على اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، بوليس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي،
اكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك. بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروقي الدي. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا. مبروك يا بابا. مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟ انا نجح، انا نجح. برجان احمد برجان. May I say a few words please? Of course you may. Thank you. Thank please you. Do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه
كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت أنا حاسس إن أنا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافة والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتورة جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة.